السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم يحكى ان النهارده احنا هنتكلم عن مثل كلكم اكيد سمعتوه المثل اللي هنتكلم عليه النهارده لسانك حصانك ان صنتو صانك وان خنت خانك لسانك حصانك المثل ده اصله من كلمه عربيه مشهوره جدا وهي عند العرب شيء مهم وشيء كان العرب بيفتخروا به وبيمثل جزء مهم جدا من حياتهم وهو الحصان الحصان ده كان عند العرب هو مصدر فخر ومصدر تباهي وجزء أصيل من الحياة فهي وسيلة الانتقال ووسيلة استخدام في الحروب فكان الحصان ده شيء مهم جدا وكل ما كان الشخص بيصون الحصان وبيهتم بيه كل ما الحصان ده بيفيده بعد كده وبينفعه أحوج ما يكون إليه وكذلك اللسان كل ما الإنسان يهتم باللسان كل ما الإنسان يصون لسانه كل ما يكون اللسان ده ليه بمنزلة الحصان بيحفظه من المهالك فاللسان مما لا يخفى عليكم خطير جدا كتير أوي من الوقت احنا بنتكلم بكلام فالكلام ده بيكون سبب في تغير جذري في حياتنا، فالإنسان بيخش في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، ولكن لابد يكون مع لا إله إلا الله الشروط المعروفة، الصدق، اليقين، الإخلاص، الإنقياد، والشروط اللي ذكرها أهل العلم، ولابد بعد كده إن هو يعمل شرائع الإسلام. المهم احنا عايزين نقول إن اللسان خطير جدا، اللسان ده في قمة من الخطورة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، مفيش كلمة بنقولها إلا وفي ملك موكل إن هو يكتبها، كل كلمة بنقولها محسوبة، يعني الناس ممكن تكون يكون بسبب لسانهم يدخلوا النار، الناس بسبب لسانهم ممكن يكبوا على وجوههم في في النار. عشان كده احنا لابد ان احنا نكون على حذر جدا من اللسان ده اللسان ده زي ما ممكن ان احنا نكسب بيه حسنات كتير جدا فالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غرس في الجنه كل ده باللسان اللسان ده ممكن يدخلك الجنه بكلمات بسيطه جدا بكلمات قليله بكلمات سهله ممكن تدخل وترتفع درجات في الجنه بسبب اللسان بل ان بل الصلاه اللي هي عمود الاسلام هي فيها كلمات عظيمة جدا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم دي سبب في النجاح دي سبب في ان الانسان يسعد في الدنيا والاخره اذا هداه الله جل وعلا للصراط المستقيم ودي دعاء ده الفاتحه بنقراها في كل صلاه وبنقراها باللسان ده فاللسان سبب في دخول الجنه وكذلك هو ممكن يدخل الانسان النار وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حذر اصحابه من خطر اللسان، ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الصحابي قال له أوصني قال, قال اوصني قال لا تغضب. ثم قال اوصني قال لا تغضب ثم قال اوصني فقال لا تغضب. الغضب سبب في المهالك، الغضب سبب ان الانسان يقول اشياء ممكن تتسبب في خسارات كبيره جدا، كم من بيوت اتهدمت في لحظة غضب، كم من أصدقاء افترقوا بل وأسر وإخوة وأرحام قطعت بسبب اللسان وبسبب الغضب، فعلى الإنسان إن هو يحذر من هذا ويعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يكون الإنسان على حرص من اللسان اللي هو زي الحصان اللي هو العرب وصفوه إن هو كالحصان إن صنت صانك وإن خنت خانك. الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا اوصى الصحابه بشيء مهم جدا وهو الحذر من شهاده الزور وشهاده الزور زي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم على اكبر الكبائر فقال الشرك بالله ثم ذكر أنواع من أنواع الكبائر ثم قام وقال ألا وشهادة الزور وكررها ثلاثا من عظم الجرم ومن عظم الكبيرة دي اللي هي شهادة الزور وشهادة الزور زي ما أنتم عارفين شيء بيتقلب اللسان فاللسان ممكن يكون شيء يقوله اللسان هو من أكبر الكبائر زي, زي الزنا وزي السرقة بل في شيء مهم جدا بل ايضا في كبيره كتير قوي مننا ممكن لا يلقي لها بالا بل هي هدف من اهداف الشيطان بيوقع فيها الصالحين الاخيار الذين هم من عباد الله الصالحين اللي هم بيحرصوا على الفرائض والجماعه وبيحرصوا على الصيام والقيام وقيام الليل بيوقعهم الشيطان في كبيره لا يلقوا لها بالا كبيره بتتقال في لحظات من لحظات ممكن يكون فيها غفلة عند هؤلاء الصالحين ايه هي دي الكبيرة دي الكبيرة دي الغيبة الغيبة دي كتير قوي من الوقت نجد اقوام نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله لكن بيقعوا في هذا الامر يقع في الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة دي خطيرة جدا لأن الدوافع عليها كتيرة وخفية كتير قوي مننا ممكن ما ياخدش باله منها وزي ما قلت لكم هي من كبائر الذنوب فمن الكبائر الغيبة وكتير قوي مننا ما بيلقيش بال للغيبة دي وكتير قوي مننا ما بياخدش باله منها وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احد ازواجه عائشه ام المؤمنين فذكرت زوجة اخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ووصفتها بانها قصيره بس ما قالتش حاجه اكتر من كده قالت هي قصيره بس ما قالتش غير قصيره الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجتها يعني الكلمه دي تعتبر كبيرة جدا تعتبر من الغيبة للزوجة الأخرى ولو مزجت بماء البحر لمزجته مزجته تغير لونه تغير لون ماء البحر من عظم هذه الكلمة رغم أن هي ممكن ما خدتش بالها منها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كده فعلينا ان نحذر من هذه الغيبه، علينا ان نحذر ان احنا نقع في اعراض اخواننا والرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا وهي طبعا البلده مكه والشهر الحرام واليوم يوم عرفه. فعشان كده احنا لازم نحذر من هذا اللسان ونحذر من آفات اللسان اللي احنا قلنا منها شهادة الزور الغيبة واحنا قلنا منها كمان شيء مهم جدا او هنقوله دلوقتي وهو القول على الله بغير علم وده شيء خطير جدا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ان نقول هذا حلال وهذا حرام بغير علم، ما ينفعش ان احنا نتكلم بصفه عامه في الدين الا واحنا بنتكلم بعلم، واحنا عارفين اللي احنا بنقوله، واحنا عارفين حكم ربنا سبحانه وتعالى وبننقله بامانه، ما ينفعش ان احنا نقول على الله الا ما شرعه. وما ينفعش ان احنا نقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل العلماء قالوا هنا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون دي اكبر شيء مذكور في الايه فجعل ربنا سبحانه وتعالى ان تقولوا على الله ما لا تعلمون اكبر من الشرك اكبر من الشرك لان الشرك بيقع بسبب ناس بيقولوا على ربنا ما لا يعلمون فعلينا ان احنا نحذر حذر شديد جدا من ان إحنا نتكلم في الدين من غير علم، من ان احنا ننقل حكم او نقول ده الشرع او نقول ده الدين او نقول الحديث من غير ما نتاكد ان هو فعلا ده الشرع وان ده فعلا الحديث وان الحديث ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المستقبل نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري إيه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات. نفسك تتكلم عن النت براحتك وأنت مش خايف من فواتير السايبر عاوز تشوف أصحابك وتكلمهم ويكلم وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصوره الصورة. كل ده عندنا <متحدث> مع عرض التخفيضات تخفيضات <متحدث> تخفيضات <متحدث> تخفيضات <متحدث> مع العرض الجبار عرض المعلم كمبيوتر امريكي كامل شاشه وكيسه بسعر ولا في الاحلام <متحدث> ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر الحق العرض قبل الكميه ما تخلص <متحدث> كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هديه وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك كل ده, ده. مع ده. فيوتشر فقط ب 399 جنيه

المستقبل عفوا لحظة من فرصة من فرصة. لأول مرة لابتوب بسعر لكل الناس لابتوب هتاخده معاك في كل مكان لابتوب هتتابع عليه كل حساباتك مع, 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 مع فيوتشر اللابتوب بالجبار لابتوب في كل الإمكانيات مع أقوى الماركات العالمية اتش بي. بي كومبا وكمان ماركات تانية كتير مع, مع فيوتشر الهارد كبير وكمان دي في دي ده كمان في بلوتوث علشان تنقل من جهاز إلى جهاز وكمان في الجهاز وايرلس علشان تشغل الجهاز في أي مكان بدون أي أيوة وصلات ولا أسلاك و... وكمان كارت للنت وكمان كارت للفاكس توصله على الفاكس واطبع عليه اخر التقارير وكارت صوت عملاق ده غير السماعات الداخلية وكمان, وكمان الجهاز, الجهاز فيه يو اس بي علشان توصل كل انواع الفلاشات ولسه, ولسه في مفاجات كتير أو, أو اول مفاجاه كاميرا للنت هديه المفاجاه الثانيه شنطه لاب هديه المفاجاه الثالثه حامل اللاب في مروحه تبريديه كل, كل ده, ده بسعر ولا في الاحلام فقط 1111 جنيه زائد مصاريف الشحن لابتوب فيوتشر اتصل الان على فيوتشر 3 77 20 990 المستقبل ايضا من افات اللسان الخطيره جدا ان انت تقذف شخص او تقذف انسانه بما هي بريئه منه فكتير قوي من الوقت الناس بتخوض في اعراض عفيفات وبتخوض في اعراض ناس هم براء من تلك التهم بل جعل الله على ذلك حدا من من عظم الذنب ده فالشخص اللي بيرمي واحده عفيفه بشيء هي بريئه منه بيرميها بالزنا مثلا بيرميها بان هي واحده ما هيش ما هيش عفيفه بيرميها بذلك هو عنده عليه عقوبه لو هي طالبت بهذا بهذه العقوبه عليه ان هو يجلد 80 جلده لان هو ارتكب حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى وهو قذف واحده محصنه عفيفه فبالتالي اللسان خطير جدا، اللسان ده ممكن يوردك المهالك وكما قالوا لسانك حصانك إن صنت صانك وإن خنت خانك. أيضا من آفات اللسان النميمه، النميمه حروب قامت بسبب النميمه، ناس كرهت بعض بسبب النميمه، ناس كانت مع بعض اخوه أصبحوا بعد ذلك أعداء بسبب النميمة، والنميمة إيه هي؟ النميمة نقل الكلام نقل كلام شخص قاله للشخص الآخر على وجه الإفساد، تمام؟ فالنميمة دي بتسبب القطيعة بين الناس، بتسبب قطيعة الأرحام، النميمة دي في قمة من الخطورة وبعض الناس بتسول له نفسه وبيسول له شيطانه ان هو بكده بيصلح وان هو بكده بيحذر الشخص وان هو بكده بينقله الكلام عشان يبقى عارف اللي بيحصل من ورا ظهره لكن هو بيعرض نفسه لعقوبة كبيرة جدا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر رجلان فقال عليه الصلاة والسلام انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فاما احدهما فكان يمشي بالنميمه يمشي في الناس بالنميمه يعني كان شخص نمام فبتعذب في قبره بسبب تلك النميمه، هل يدرك من ينقل الكلام على وجه الافساد اللي بيسبب قطيعه بين المسلمين واللي بيسبب عداوه، هل يدرك ان هؤلاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال عليهم بيتعذبوا في القبر بسبب تلك النميمه؟ هل يدرك ان الملك بيكتب كل كلمه هو بيقولها وهل يدرك ان هو هيتحاسب عليها وان عليها عقوبه وان تلك النميمه من كبائر الذنوب؟ وإن هي سبب في عذاب القبر طبعا قد لا يدرك هذا وعلينا أن نتواصى بالحق، طب إيه المخرج؟ إزاي نخلي نصون لساننا؟ إزاي نقدر إن احنا نكون على حذر من لساننا ده ونقومه؟ المخرج زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ازاي انت تقدر تزكي نفسك؟ تزكي نفسك بالدعاء تزكي نفسك بان انت تعرف خطورة اللسان بان انت تعرف خطورة الغيبة والنميمة تزكي نفسك بان انت تعرف خطورة شهادة الزور وبعدين كل ما تقع في حاجة من الحاجات دي ترجع إلى الله وتتوب وطبعاً أنت أنتوا عارفين التوبة إن أنت تقلع عن الذنب وتندم عليه وتنوي ألا تعود إليه وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى وترجع إليه كل مرة تقع في غيبة تقع في نميمة تقع في أي شيء شهادة زور تقع في إن أنت تقول على الله بغير علم في اي شيء من افات اللسان ترجع وتتوب وتحاول وتدعي ربنا انه يساعدك وتكثر من هذا ومش معنى ان انت وقعت مره وبعدين جيت بعد كده زليت مره ثانيه وزليت م ان الله يحب التوابين انت تكثر وتستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى انت بتتقرب اليه بتلك ب بهذه التوبه وبعدين تفضل على الحال ده حتى يمن الله جل وعلا عليك ويعافيك تماما ويزكيك ويطهرك من هذه الافه العظيمه جدا لكن الموضوع محتاج جهاد للنفس محتاج إرادة، محتاج عزيمة، محتاج محاولة، محتاج أخد بالأسباب إن أنت كمان تبعد عن مواطن الغيبة، ما تقعدش في القعدات اللي فيها غيبة ونميمة، ما تقعدش في القعدات اللي هي بتسبب إن أنت تتفاخر وتتكلم على الله بغير علم، ما تقعدش في أماكن وتضطر لشهادة الزور بسبب إن أنت عايز تجامل واحد أو بسبب إن أنت مكسوف من حد أو خايف منه أو خايف على شغلك، ما تحطش نفسك في المواقف دي، ارجع إلى الله، اعرف خطورة هذا اللسان وحاول وادعي ربنا كتير واسال ربنا ان هو يعافيك في اوقات الاجابه وهذا هو الطريق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وبكده نكون اتكلمنا على شيء مهم جدا وحذرنا من آفه بيقع فيها كتير قوي من المسلمين وده كان كلامنا على لسانك حصانك ان صنت صانك وان خنت خانك وبهذا انتهى وقت هذه الحلقة وإلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته